أول ما بتسمع كلمة مهرجان بيجي في بالك حمو الطيخة. نصبوا لي ألف كامين. الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. وريني حمو بيكا، أوكا وأورتيجا، سادات العالمي، الديزل والسويسي، السويسي كل الناس اللي النقابة منعت عنهم التصريحات بحجة الإساءة للتراث والقيم. 50 سنت؟ على 50. ولكن لما نتكلم عن مهرجان الجزء السينمائي فطبعا مفيش اي اساءة للقيم. هتذهلوا من اللي حضراتكم هتشوفوه. النقابات كلها تمام و100 فل و10 والنفوس مش صافيه، وممكن كمان يدعو حمو بيكا لحضور المهرجان. يا عم اختفى انت. سيبك من كوباية الزبادي دي وركز معايا. المهرجانات السينمائية كانت بدايتها في سنة 1932 في مدينة البندقية، واتنقلت بعدها لموسكو في سنة 1935، ومنها بدأت تنتشر في العالم كله، وبقى عندنا حاجات زي مهرجان كان والبندقية وبرلين وتورنتو والقاهرة السينمائي. اديني في المحليات. اللي بيعتبر أقدم مهرجان اتعمل في الوطن العربي سنة 1976 قبل رمضان بيومين. الفكرة من المهرجانات بشكل مبسط إننا نعمل عروض منظمة للأفلام السينمائية، سواء كانت أفلام قصيرة أو طويلة أو أفلام روائية. المهم هنشوفه فين؟ وبتكون في مكان معين والفترة محددة من الزمن. إيه بقى فايدتها؟ ما تتكلم يا باختصار ومن غير هصار. فايدتها إنها بتقدم جوائز تقديرية أو مالية للأفلام أو الأشخاص اللي بتفوز في المهرجان، وبتسلط الضوء على الأفلام المستقلة اللي بيتم صناعتها بتكاليف بسيطة، لعل وعسى واحد من صناع الأفلام، من مخرجين أو منتجين أو غيرهم، يقدر يساعد صناع الأفلام القصيرة بأنهم يشتروا أفكارهم وتتعمل أفلام بشكل أكبر وأضخم. ومنى الشاذلي تجيبنا في البرنامج وتهزقنا. ومنها برضو بص على مواهب جديدة من ناحية التمثيل. أقلع عادي؟ أنت بتتلككي عشان تقلعي، ما تسيبها تقلها يا أخي. يعني من الآخر مجموعة ناس في مكان بيتفرجوا على مجموعة أفلام ويقولوا رأيهم فيها، والفايز يتكرم بجائزة أو فلوس. وأنا مالي؟ أنا استفدت إيه؟ ولكن أنا أتحداك بقى تسأل أي حد عن الأفلام اللي بتتعرض في مهرجان الجونة ويعرفها. أنا موافقة، حدد الزمان والمكان. في اي حته ان شاء الله يكون عندنا في البيت. انا نفسي ما اعرفش، يعني بقالنا 5 سنين بنعمل المهرجان ما نعرفش بيتعرض فيه ايه، مين بيحدد الفايز ما نعرفش، مين النقاد ما نعرفش. ما تعرفش انت تعرف الفلوس. خلاص يا ما تعرف امك بتاع ده ما تعرفوش. طب قال في لجنه تحكيم. ايوه حضرتك هتقول حاجه تاني ولا خلاص؟ ما انا ما اعرفش حاجه. انا ما اعرفش حاجه تاني. طب على اي اساس بتتم دعوه الناس دي؟ دي بقى انا اعرفها. الله اكبر، حصلت المعجزه. على حسب هم ظاهرين في الساحه الفنيه ولا لا، حتى لو ما لهمش اعمال او لو مجرد مشاهير على النت، هاتهم وخلاص وادينا بنلم مشاهدات. وكل سنه مفيش افلام، مفيش غير فساتين الفنانات وتصرفات بعض الفنانين اللي بنفضل نهري ونضحك عليهم وخلاص. لا وتحس انهم برطار. ايوه صح، متلجين. ومن ثم انطلق المهرجان ليمر باربع دورات ما يختلفوش كتير عن بعض، عشان من كام يوم ينطلق المهرجان في دورته الخامسه السنه دي، واللي بتعتبر اول دوره يشعر بألامها الرجال. اربع فرق كوارع واربعه شوربه بسرعه وحياه ابوك عشان في ناس بتموت هنا. وكالعاده زي كل سنه بدات اثاره الجدل. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ اقرا عسنجهم قليلة إيه؟ وخليني قبل ما ابدا اقول لك ان معظم فساتين السنه دي الديل بتاعها بس اطول من المسيره الفنيه لاغلب الفنانات اللي لابسينه. الله 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 الله. المهم بدا الافتتاح بكلمه صاحب الليله نجيب ساويرس، مش هتكلم عليه طبعا، ده ممكن يبعت يجيبني من البيت. معجب بانجازاتك، قصتك اللي كلها سسبنس اكشن. اديله فلوس ولا اعمل ايه؟ معقولة حضرتك لسه ما قلعتيش الاسود؟ الحزن في القلب مش باللبس خالص. بالنسبة للمقدمة فتقريبا كانت رايحة حنة بنت خالتها ودخلت المهرجان بالغلط. ايه الوردة دي؟ لا بجد يعني ايه الوردة دي؟ ايه ده؟ وايه العقد الطويل ده؟ ولكن بعيدا عن الهزار، بالنسبة لفستان الفنانة نجلاء بدر، انا طول عمري اسمع عن فردة الشراب اللي بتضيع، انما اول مره اشوف فردة فستان بتضيع. نجوى معكيش حماله سنتين زياده؟ دي جديده عليا الصراحه، وحابب اشكر المصمم. قول لهم ان احنا ما كناش لاقيين الصدر الحنين. بالنسبه للفنانه شيرين رضا فالفستان كان حلو. الخابور كمان حلو قوي. ده بيجيب الاف ام. والفنانه هنقول حلوه برضو عشان محب الفنانه، بس الاثنين على بعض بقى فيهم حاجه غلط، يعني في فرق سن بينهم. اعلنت اشارات ضبط الوقت انك عديتي ال 45 حته. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت قفاك. هو ده بقى الاحترام والاخلاق. الله يبارك لك والله، يعني يا ريت كل الفن الاحراج ده اللي بعده الفستان اللي بعده. لا
لا دي الفنانة بشرة جيلي كولا عادي يعني او ميكس برتقان. وجدير بالذكر ان الفنانة اتعرضت لحادثة ومع ذلك اصرت تحضر وهي متكسرة، ويقال ان الدكتور كتب لها على الريد كاربت مرة قبل الفطار ومرة قبل العشاء. بالنسبة للعظم الدكتور ما قالش الضغط عليه يعني ما عملش مشكلة بالنسبة يعني عشان ده هو. انت بتقول ايه؟ يا نهار اسود احنا في فرح والناس قاعدة. الزرع لما بيتساب كده بيموت. بس الدماغ اللي معموله مش طالبه بوس. بس نسيبنا من كل ده بقى، انا فضلت يوم مطبق على النت بدور على سلوبيت الفنانه اروى جوده واللي كل الناس بتهاجمها عليه، ولكن لقيتها لابسه فستان عادي في كل الصور. وريني يا اهو فهمت بقى في الاخر بعد ما سالت كام بنت عرفت انه يعني ما بصوا ما علينا اروى جوده يعني يا حلوه الصراحه وردها كان لذيذ على الموضوع وربنا يكتر من سلوبتاتها. بس انت بتبص ايدي وانا والدتك. بالنسبه بقى لهاديه غالب فكانت جايه فاكره منتدى توظيفي وجايه تدور على عبيد تشغلهم عندها، ولكنها اتفاجئت ان مفيش موظفين هناك ولحد دلوقتي بيحاولوا يفوقوها من الصدمه، ولكنها مصره تربط اتنين فنانين على الريد كاربت وتجرجرهم وراها. وده بيطرح سؤال مهم، مين هاديه غالب اصلا وليه رايحه المهرجان؟ دي هادية غالب لايف. يا لهوي ياما. وكعادة محمد رمضان لازم يطير في وشك عشان يثبت حضوره. اتنطط يلا يا اخويا. تقريبا هو اي مكان بيروحه لازم يصور فيه كليب. ورد. ورد. ده غير انه قال انه لا يمكن يحضر حاجة زي كده لما فيها من فسق وفجور. يعني مهرجان متحرر يعني فيه خمور. هيعيط من الايمان والتقوى. بارك الله فيه، ومع ذلك بعد كده حاضر، قال يعني الولد كان بيبيع سبح. مبسوط ايضا ان الاغنيه انتاج اول انتاج الاغنيه انتاج يونيفرسال عربيك ميوزك. هتروحي كده؟ اوف كورس نوت. اذا كان كده معلش لو اتقفشت بيها انا ما اعرفكش. اما الفنانه رانيا يوسف فبتشعر بالحزن حاليا وبتمر بحاله اكتئاب لعدم رفع اي قضايا عليها لحد دلوقتي، وقررت ده بانها حاسه انها خبت الحاجه الحلوه اللي ربنا مديها لها. يا اختي سايل انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. بس الصراحه يا فنانه ما حدش عاد مهتم، احنا جبنا اخرنا وزهقنا. ده ايه القرف ده؟ ولكن خلينا ما ننكرش برضو تعب الناس دي، الناس دي بتسهر بالاسابيع عشان تختار كرافطه ولا ديزاين فستان، ربنا يعينهم والله، المشاكل دي مش سهله يا جماعه. ما بيناموش عشان احنا ننام. يعني الفنان خالد سليم ما كانش لاقي حاجه يروح بيها، واضطر يلبس بدله مرصعه الماس بقيمه مليون دولار بس يا جدعان. يعني شفتوا الغلب؟ هعمل ايه يا دين صبر؟ وعشان اجيبها لكم على بلاطه في حاجات كتير في المهرجان انا مش فاهمها. فستان مش مفهوم. يعني في فنانين انا مش بشوفهم غير في المهرجان، يعني ما شفتهمش في اي اعمال قبل كده اصلا. ايه ده؟ مين دي؟ تحس لو سالته عن اخر اعماله هيقول لك الفتره الجايه بحضر لمهرجان الجونه. طب انت فين من التلفزيون؟ حضرتك ما هو نفس السؤال تقريبا يعني. طب طالما هي كده بقى ما حدش بيدعيني معاهم ليه؟ ها؟ ما انا فنان برضه. ده انت ابن كل. عموما احسن، حسن ابو الروس هناك كده كده، فحتى لو بعتولي ما كنتش هروح. الحمد لله يعني الناس بتصور معايا وعارفاني. انا فاكر ان انا قريت على تتر حاجه اسم مديح البعض. بل البل سبحان الله، السماجه مكونه من 7 حروف 5 منهم عند حسن ابو الروس، ده ليه بقى؟ لان الالف واللام حروف تعريف. الشتيمه دي؟ لا دي مش شتيمه، دي معناها انك معرف الناس ببعضيها. شكلك حبي الراجل ده يا ماما ولدت. مش كنت تقول ان انت خلفت؟ ناس كتير بتقول لي محدش بيتكلم عن الرجالة بنفس الكمية اللي بيتكلموا بيها عن الستات ولبسهم. ما شاء الله اصفر فاصفر كده نحس ان احنا قاعدين في قلب بيضة. هل دي نسويه؟ يؤسفنا بوظ لهم نظريه المؤامره واقول لهم ببساطه لان كل الرجاله لابسين بدل ويا اما كرافطه يا اما ببيون. ده حتى الفنان ميجز حب يفتي بس طلعت برضه بدله في الاخر، ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد. انا يعني ما رضيتش اجيب بقيه البدل من البلد عشان شعور الزملاء بس. ولكن النوش اللي حصل في منتصف المهرجان بسبب فيلم ريش، ودي اول مره اصلا نسمع عن فيلم عموما في المهرجان، يخلينا نسال. اتفضل اسال. هل الفنانين دول هم فعلا اللي بيمثلوا مصر؟ انت بتقول ايه انت كمان؟ بقول ايه؟ بسالك رد عليا. طب هل هم فعلا فاكرين ان كل المصريين زيهم او عايشين عشتهم؟ بطلوا حسد بقى. عم انا ما بحسدكش. اصل لو هم فاكرين كده فدي تبقى كارثه، لان لا احنا شبههم ولا هم شبهنا. تعرف انت شبه مين؟ انت شبه عم عبد الصفاري.
يعني بلد تعدادها 110 مليون نسمة تبقى إنسان مجنون لو قلت ما فيهاش فقرة، أو قلت حتى إن الفقرة دي حاجة تشوه صورة البلد. الناس مش مادة قديها بتقول يا محسنين لله. بالعكس، دي حاجة الدولة ما أنكرتهاش وبتسعى لتقليلها وبالفعل شغالة عليها وتم تطويرها بشكل كبير، وهو ده الصح، التعامل مع المشاكل مش إخفائها. واكيد يعني انت مش ابو العريف خلاص اللي عارف مصلحه البلد اكتر من الحكومه. انت عايز تفهمني ان انت وطني يعني؟ وبعدين يعني بلد زي سويسرا اللي بتعتبر من اعلى معدلات الدخل للفرد في العالم. يصحى سويسرا ينامش سويسرا. تعداد سكانها 8 مليون ونص. صح صح، فيها 8% من السكان فقراء. طب احسبهم كده يطلعوا كام؟ يعني 660 الف تقريبا من 8.5 مليون فقراء. يعني فلل وقصور ومنتجعات سياحيه خلي الغلابه تسكن. تيجي انت على بلد فيها 110 مليون ومستوى الدخل فيها اقل بكتير وتقول لا مفيش فقراء؟ بدل ما تاخد منهم اديهم، ابني لهم مصانع بس بجد، مستشفيات خيريه بجد. وجود الفقراء شيء طبيعي والناس عارفه ده، ومحاوله تغيير الوضع هو ده الصح واللي بيحصل. لكن شغل الكنس تحت السجادة ما بيغيرش حاجة، مش سكتي، لأن أكيد ال 110 مليون دول ما بيلبسوش بيضة المرصعة بالألماز ولا عندهم كلاب بتتصور على الريد كاربت. بس عندي حاجة اللي أهم من ده كله، اللي هو إيه دي؟ لاف. فياريت بلاش شغل المزادة على بعض في الوطنية، لأن كلنا في النهاية مصريين وأكيد بنحب بلدنا. الصرخة حلوة. وبعدين طالما كده بقى وطنية بوطنية، ليه ما نرجعش لملابسنا الشرقية؟ ارجع ارجع بالذاكرة الورا. دي لازم حاجات على الطراز الاوروبي. طب ما تلبس بدلة صيد يا اسطى. اختيارك زي الزفت يا سيدوني. البس يا شمكة فنانة وهتبقى روشانة برضو كل حاجة. وده بقى في منه مقاسات يعني لارج واكس لارج ولا كله ميديان؟ طبعا هيجي واحد في الكومنتات يقول لي انت بتقول كده عشان ما تبعتلكش دعوة وما روحتش. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي مش انا. تاخد رشاوي؟ لا يا حبيبي. تاخد عمولات؟ لا يا حبيبي. انا منكم وبينكم واليكم بتاع الغلابه، البلاتفورم واحد بس، التمساح. يا مثبتني انت يا مكيسني. ما تنساش بقى تروح اليوتيوب ترش كالونيا على زر السبسكرايب قبل ما تخرج. انت جايبها من تحت باطك ولا ايه ورشاش عليا؟